السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في مطبخي، مطبخ منى، منى's كيتشن. طولت الغيبة عليكم مي معليش، فيو عندي شوية يعني فريمون عندي ديزاكتيفيتي ان ترافاي كي ايتي تري لور، دونك سمحوا لي شوية. طبعا انا جو مدغيس للحبيباتي اللي يعرفوني واللي يتبعوني، ويعني مرحبا بهم عندي هما وجدت لي رايحين يجيو. دونك ما تنساوش تابونيو في لاشين تاعي قبل من نقدم لكم اليوم الغداء يعني الرائع اللي حبيت نشاركو معاكم هذا اليوم، اللي هو دونك راح تحتاجوا بات فويتي، بات فويتي اكسبريس. انا درتها ديجا في تسمى لاشين تاعي، تلقاوها ان شاء الله في اسفل الفيديو. شويه جاج، هنا راني احتجت واحد 300 غرام جاج. هنا البطاطا امنسيتها بلا موندولين كما تعرفوا، فروماج كامونبير هنايا، اللي ما عندهاش حبيباتي كامونبير ال بو لو رومبلاسي بار نيمبورت كال فروماج اصفر بيضاء، شويه زبده وشويه نتاع البصل. راح تلقاو المقادير مضبوطه في اسفل الفيديو. هنايا راح نستعمل الفلفل الخشن وشويه بوافر، هذو هما التوابل اللي راح نستعملهم اليوم. نبداو ان شاء الله في طريقه التحضير. المقله راهي تسخن، هنا راح نحط فيها 20 غرام زبده، مغرفه كبيره يعني. راح نزيد نحط الجاج، راح نخليهم يتقلاو من بعد نطلق. بون، انا حبيت نوري لكم اسيوس. هنا بديت شويه معجنوس، حطيته في كاس ونقص فيه بالمقص. راح يجيكم يعني مقصوص اونيفورم، وما تتعبوش باش تقصوه. هنا بعد ما تقلى شويه الجاج ندير هذيك لي دو ايشالوت تاوعي او زوج بفيلات صغار تاوعي حبيباتي، ونخلط كل شيء مع بعض، ومن بعد ندير شويه ملح بالملح. هنايا تقلى لي الجاج مع الملح، بلوتو مع البصل. درك ناسيزوني، ندير شويه الملح، فلفل اسود، ونحرك. للناس اللي تحب الحشاوش اي لا فيردور، انا نحط شويه دائما معدنوس مع الجاج والبصل. فوالا، تجيكم نكهه المعدنوس ولا اروع. دونك هنا في مولا شارنيير بوريتو، هنا راني حليت لاباط تاعي، لاباط فيتي، راح نحطها في وسط المول. راح نحاول نطلعها ما نخليهاش تهبط، باسكو من بعد في لاكويسون راح تهبط لي. دونك هنا بعد ما حطيت لاباط نتاعي في المول، راح نحط الجاج. دونك هنا البطاطا تاعي اللي كنت قصيتها راح نزيد لها شويه ملح، راح نزيد لها فلفل كحل، نخلطها بيها، وراح نكوبري بها الجاج تاعنا اللي درته في المول. هنا بعد ما كملت غطيت كامل لا تورت تاعي والجاج بالبطاطا، واش راح ندير؟ راح نحط الكامونبير. ننصحكم تستعملوا نوعيه يعني رفيعه باش تجيكم الوصفه بنينه، يعني كاين نوعيات يعني مش بنينه في الطعمه. هنا كملت غطيتها بالكامونبير، يعني تخيلوا معايا كي يذوب هذاك الكامونبير، يعني يعطي ذوق ومنظر بزاف بزاف رائع. هنا ومع الجاج راح يعطي بنه ولا اروع، يحبوها الصغار والكبار. انا هنا قررت نستخدم زوج انواع من الجبن، استعملت الكامونبير واستعملت الجبن المبشور. انتم تقدروا تعوضوه بفرماج واحد. راح نغطي كامل الوجه ونعاود نولي لكم. دونك هنا لاباط تاعي بعد ما كنت غلقتها بعين بديسك واحد اخر نتاع لاباط، هنا باديجونيتها بلو جون دوف،
وزدت لها يعني لاباط اللي بقات لي زينتها باشكال كيما هكا. دونك هنا راح نحطها تطيب في الفرن، يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية مدة 50 دقيقة. لا تورت تاعنا الله يبارك ولا اروع، راهي طابت معايا كيما راكم تشوفوا، طابت من كل الجوانب نتاعها. هايله، سا سون تري بون في لا ميزون. واش نقول لكم، نخليها تبرد شويه، نديموليها ونقصها ونعدها لكم ان شاء الله. فوالا كيفاش رانا نديمولي فيها، ها هي كي ديمولات. فوالا راهي طايبه هايله. اذا شوفوا هنايا التوريق تاعها، لا تورت تاعنا مورقه، الي فيتي يعني ناجحه 100%. ماذا بكم تشوفوا لا فيديو، ها هي كيف لاشين تاعي، نخلي لكم المقادير، نخلي لكم لا بات فيتي اكسبريس كيفاش تندار، يعني يعني كيما نقولوا فيت في. شوفوا ما شاء الله. فوالا جي بري برك لو طون باش نقصها. شوفوا شوفوا مليح ما شاء الله، شوفوا الفرماج كيفاش ذايب، الطبقه تاع البطاطا ما شاء الله، يعني واش نقول لكم، البصل لذه كبيره، يعني الرائحه تاعها راهي خرجت وراهي تعبق في كفه المنزل ما شاء الله عليها. شوفوا التوريق حبيباتي، نزيد نقرب لكم تشوفوا، انا بزاف ندقق على التوريق. شوفوا التوريق، شوفوا يعني كيفاش جات.